خير النور. أهلين جميل. أهلين. شوفي. شلاح. شو؟ شلاح جميل. يا اشتقتي. كثير اشتقت لك. شلاح جميل. لا ما حلوة بعدين بشلاح خلاص. جميل عمل لك شلاح. خلاص بعدين شو بقى؟ ولا دقيقة استنى هلا بشلاح. خير شوفي. شلاح. كمان. كمان. خلاص بقى. شو هذا اللي كنت تقعده يا جميل؟ يا رشاس يا كذاب. لك شبك شوفي كذاب. انا شوفي شبك هدي هدي شوفي. عم تستني شوفي كمان؟ روح ارجع لعندها. ليش جاي لعندي؟ روح اعطي الليل معه. لك لعند مين بدي ارجع؟ انا كنت مع سمير ورفقاتي. اكيد حبيبتي في سوء تفاهم. لا ما في سوء تفاهم، هي دليل ادانتك واضح مثل الشمس. لك انا ودليل وانا واداني، عن شو عم تحكي؟ عن هذا قميصك. شبو قميصك؟ انا لعندك شبو. شبو؟ انا لبستك اياه على المقلوب اصلا، وهلا انت جاييني وانت لابسه على الصحيح، فيك تقول لي شيء يعني؟ انه الغبي بيفهمها، يعني شلحته ورجعت لبسته. مزبوط، شلحته ورجعت لبسته مرة ثانية. وعم تعترف كمان؟ طبعا لازم تعترف، لأنه دايما لابسك من فوق لتحت يا كذاب، يا جميل، كذاب. لك أنا وطي صوتك، ما حلوة هلا في الأولاد. كثير هاد الهم الأولاد، لو هاد الهم الأولاد ما كنت تركت أمه لحالها ورحت لعند وحدة ثانية. قلبي شو أحلف لك إني ما كنت مع وحدة ثانية؟ ما عاد يفيدك الحلفان، الدليل واضح. لك آدم حالي إذا كنت مع وحدة ثانية، سكر أنت يا أدم. هاي فيقتيهم عشبك، لك عم قلك كنت مع سمير ورفقاتي، لك شبك ما بتقتنعي، رح تبهدليني، جنيتي. والقميص شلون انقلب؟ اه؟ من المقلوب لصحيح، فيك تفهمني شلون انقلب لحاله؟ لحاله القميص انشلع وانقلب وانت قاعد على الطاولة من غير ما تحس. بلا حسيت. وعم تغيظني كمان؟ روح ارجع له. هلا؟ تعبان وبدي فوت نام ها؟ تعال هون جميل، ما فيك تنام، لا تفهمني شلون انشلع هالقميص ومع مين؟ بحكي لك بس توعديني بالاول انك تصدقيني. احكي لشوف. لا ما راح تصدقي، ما في امل. احكي لشوف وانا بقرر اذا بصدقك ولا لا. طيب شرفي معي لاحكي لك، تفضلي. نام انت يا ولا شايفكن. نام طارق، هلا بيجي ابوك بيعملنا فنطي. من وين بدي نام؟ ابوك وامك طيروا النوم من عيوني من مشاكلهم. بتعرف انا تعقدت معك بدي اتجوز وانت؟ انا بدي نام. انت ريتا ما عاد بدي اتجوزك، هلا انت ادمي بس اتجوزك بدك تعملي لي مشاكل. هي كل القصه، واذا مالك مصدقه شلحت لك القميص مشان تشميه. تفضلي. وهيدا اللي بيتكلم على خيانتك. على شو؟ على خيانتك يلي ما حليت لك الا وانت مرندج وشربان لك شي شغله مع الكازوزه لكن مشان تحلى القعده. يا حبيبي امنا من تحت الدلف وانا تحت المزراب. قوم سيد جميل، قوم قوم بالبس ثيابك ورجع لعند ست الحزن، ولا تنسى تاخذ معك قنينة كازوز مشان تحلالك القعدة. تفضل. لك انا 100 مرة صرت مفهمك حاجة تعيطي، الأولاد فايقين. بدك يعني اسكت؟ لكن أنت بتطلع تنبسط بتفرفش وأنا لازم أخرس حصل على مشاعر الأولاد، هلا لو انقلبت الآية وأنا صرت بموقعك وأنت بموقعي، شو كنت عملت؟ شوفي هنا أنا مالي فاضي لك، حكيت لك القصة مثل ما صارت، حبلك تصدقي، صدقي، ما حبلك، ليكو التليفون قدامك، اتصلي بسمير ووسيم واسأليهم، ورح تكتشفي إني حكيت لك الحقيقة. يعني صعب كتير تكون متفق أنت ورفقاتك على هالقصة، لكن رفقة أنت بتستر عليهم وهن بيستروا عليك. يبدو إنه ما في فايدة، شو ما بدك أحكي، أنا بدي نام، تصبحي على خير. خالجي الله لا يقيمني ضروري افجر الصمام.